الشيخ وفقكم الله اسئله كثيره تسالها مساله تفضيل علي بن ابي طالب رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه، وهل هذه المساله متعلقه بالعقيده فيضلل المخالف فيها؟ مساله التفضيل بين علي وعثمان فيها خلاف، فيها خلاف بين العلماء، مع أن الراجح هو تفضيل عثمان رضي الله عنه، بدليل أن الصحابة اختاروه للخلافة، وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أرى الناس لا يعدلون بعثمان، أرى الناس لا يعدلون بعثمان. فعثمان أفضل من علي بلا شك، وإن قيل إن علي أفضل فهذه مسألة أمرها سهل، ما تحتاج. أما الخلافة فلا، ما يقال إن الأحق بالخلافة علي، هذا تكذيب للإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنه. ففي فرق بين مسألة التفضيل ومسألة الخلافة. نعم.